للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا زميلنا هشام عبد التواب موفد اكسترا نيوز من هناك. هشام أنا برحب بيك، ولو تنقل لنا صورة من هناك وأهم الفعاليات ولو لديك أي معلومات تفضل. اهلا خلود، بالفعل اختتمت اعمال اليوم الاول من منتدى الاعلام الرياضي في نسخته الاولى، وهذا المنتدى كما ذكرت خلود هو المنتدى الاول من نوعه في الشرق الاوسط الذي يختص بمناقشه التحديات التي تواجه الاعلام الرياضي او الاعلام في المجال الرياضي. هذه النسخه نسخه مميزه حافله بعدد كبير من العناوين المهمه، عدد من الجلسات وايضا ورش العمل، وكنا نشهد قبل لحظات الجلسة الختامية لليوم الأول تحت عنوان مستقبل الإعلام في ظل التطور التكنولوجي، وكانت مختصة بشكل أكبر بمناقشة الذكاء الاصطناعي وكيف يتم استخدام وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام وخاصة الإعلام الرياضي، وأيضا إلى جانب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن التطور الكبير في التقنيات ووصول يعني التقنيات إلى هذا التطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعني هذه ليست الجلسة الوحيدة، كان في جلسة افتتاحية أيضا مهمة شهدت عدد كبير من الحضور والمشاركين، وأيضا كان في مجموعة من ورش العمل المهمة اللي كان فيها تدريب عملي على نقاط ومهارات أساسية في المجال الإعلامي وخاصة ما يحتاجه الإعلام الرياضي منها. فالجلسة الأولى في يعني فعاليات اليوم كانت تحت عنوان تغيير قواعد اللعبة وتأثير الشبكات الاجتماعية على المحتوى الإعلامي الرياضي، وربما الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي كان له نصيب كبير خلود في فعاليات اليوم. نعم. سواء في الجلسات أو حتى في ورش العمل. أيضا كان في ورشة عمل تحت عنوان إدارة وحش التواصل الاجتماعي، طبعا في إشارة إلى التحديات وكيف يمكن التعامل معها، وأيضا كان في ورشة مهمة وشهد التفاعل أيضا مهم من الصحفيين الحاضرين والحضور حول فن المقابلة. يعني كان في خطوط عريضة حول إجراء المقابلات الصحفية خاصة في مجال الرياضة. والورشة الأخيرة كانت تحت عنوان كن متنوعا وكن متعدد الوسائط، طبعا في إشارة إلى المهارات الأساسية والمهارات والقدرات الجديدة التي يجب أن تكون لدى الصحفيين بالأخص العاملين في المجال الرياضي. يمكن كما ذكرتي خلود ما يميز هذه النسخة هو الحضور الكبير وأيضا التنوع في المشاركين، في عدد من خبراء الإعلام، عدد من الرياضيين، عدد من الصحفيين، وأيضا الطلبة اللي يعني لاحظت مشاركتهم بشكل كبير خلال فعاليات اليوم، وأيضا كان في خبراء أجانب خاصة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، ورئيس الرابطة كان موجودا في الجلسة الافتتاحية أو الجلسة الأولى هو بول مكارثي. طبعا هذه الفعاليات مستمرة حتى غدا، سنشهد المزيد من الفعاليات غدا خلود، وسنكون معكم بالتأكيد لتغطيتها والوقوف على أهم العناوين العريضة ليها.